نعاني يعني من أزمة كبيرة في مجتمعاتنا حول مفهوم الإصلاح وحول مفهوم علاقة الدين بالدولة. هذا إشكالية كبيرة، يعني أعتقد أنها يعني ارتبطت في مجتمعاتنا وفي عقولنا وفي عقول الشعوب العربية والإسلامية منذ نشأة الإسلام وظهور الإسلام في الجزيرة العربية قبل 1400 سنة وأكثر. هذا الارتباط ما بين الدين والدولة هو الذي أساء إلى علاقة الإنسان بالدولة وعلاقة الإنسان بالمواطنة وبالحريات وبالأفكار الجديدة التي تسعى إلى خلق دول مدنية متقدمة. أنا أعتقد بأن تواجدنا نحن دائما وكمصلحين وكتنويريين في مجتمعاتنا هو دافع يعطي الأمل بأن فعلا ما هو غائب وما هو غير جلي بالنسبة لغالب الشعوب العربية سوف يكون يوما ما فعلا هو الدافع لهم للتغيير. شخصيتي أنا مثل ما تفضلت، يعني أنا شخص كاتب صحفي، يعني أنا كاتب صحفي في المقام الأول، ولا يعني أحبذ أي يعني صفة تطلق علي غير هذا المسمى، لأني أنا أفتخر بهذا المسمى، لأن هذا المسمى قديم، يمكن من 30 سنة وأنا أكتب في مجال الصحافة والإعلام، أكتب وأنتقد وأوضح دائما. يعني على قولة أنطونيو جرامشي المفكر الإيطالي، بأن المثقف العضوي هو المثقف الذي يتلاحم مع قضايا مجتمعه، وبالتالي هو من يضع الحلول، ومن يعني إحنا مثل ما نقول يحط الإبرة في عين المتلقي، بأن هذه الإشكالية عليك أن تتجاوزها، هذه الأزمة عليك أن تحلها. بينما التجميل والترقيع والتخويف هذا أنا ما أتعامل معه، أنا اللي أتعامل معه بأن أنا أحمل قلم صريح وواضح بأن ما نعايشه من تردي ومن انحطاط ومن تخلف هو ما رده إلى ثقافة موروثة نحن تعلمناها بالتعليم وبالمساجد وبعائلاتنا، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة وإلى إعادة برمجة وتعليم وتثقيف جديد، بأن ما تعلمناه هو بشكل، أنا ما أقدر أقول يمكن 100% خاطئ، ولكن نسبة كبيرة من مما تعلمناه من ثقافتنا الموروثة علينا أن نعيد تصحيحها وأن نعيد تفكيكها ونقدها بطريقة الحفر الأركيولوجي بأصولها بمستنداتها بنصوصها الدينية بثوابتها بمطلقاتها اليقينية، علينا أن نعيد التفكير فيها بشكل جديد وآخر حتى نستطيع أن نتجاوز ما نحن فيه من خلافات ومن حروب ومن صراعات، كلها بسبب ما توارثناه من ثقافة دينية. وبالتالي أنا أعتقد الدور اللي أقوم فيه كما يقوم فيه غيري، يعني أنا الدور اللي أقوم فيه أنا ما أعتبر نفسي يعني شخصية قيادية أو شخصية يعني قامت بدور كبير، بالعكس أنا مكمل لما قاموا فيه كثير من المفكرين والفلاسفة والأدباء وغيرهم من يعني خلال التاريخ سواء الأوروبي أو التاريخ العربي، كلهم قاموا بجهود تنويرية ضخمة عظيمة، ونحن نستكمل هذه الجهود من أجل الخروج من دائرة التخلف والاستبداد الديني والسياسي، ونأمل أن تكون كلماتنا يعني ولقاءاتنا ومقالاتنا أيضا تصب في صالح هذا الأمر. الدور الكامل أو الدور اللي مطلوب منا أن نقوم فيه هو تنوير هذا المجتمع، هو التشكيك بما يحملون من أفكار ومن معتقدات ومن ثقافة موروثة، علينا أن نشكك هؤلاء الشعوب والشعوب العربية والشعوب الإسلامية بأن آن الأوان بأن ننطلق خارج، أن نفكر خارج يعني مثل ما يقال thinking outside the box. فهذا أنا أعتقد هو الخطوة الأولى، الخطوة التنويرية الأولى في مجتمعاتنا. لم تنجح مجتمعاتنا في تجاوز الأفكار الموروثة، ولكن علينا الآن أن نضرب بيد من حديد وأن نضرب بقوة فعلا من أجل أن تخرج شعوبنا من طرق التفكير التقليدية التراثية إلى طرق أكثر حداثية، طرق يعني يقودها التفكير والشك والتساؤل والسؤال والمعرفة. فأنا أعتقد هي هذا الطريق الأول الذي يجب أن يعني ندفع إلى أن تقوم فيه الشعوب العربية بدون خوف. يعني إحنا نعتقد بأن
الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية هي أنظمة قوية ذات بط شديد وذات يعني أجهزة قمعية، مخابرات، جيش، شرطة وغيرها، ولكن علينا يعني ألا نتجاوز بأن مصلحة الشعب ومصلحة الأمة ومصلحة مجتمعاتنا هي أكبر من هذه الأنظمة، لأن الأنظمة دائما تعمل من أجل مصلحتها الآنية، ولكن الشعوب عليها أن تفكر بشكل أكبر من أجل المستقبل ومن أجل أجيالها بالذات. فأنا أعتقد أن دوري أنا مكمل لما قام به كثير من الفلاسفة والمفكرين والأدباء، وأنا أعتقد بأن دورنا جميعا يعني مثل حضرتك أستاذ روبي في قنواتكم، ومثل يعني استكمالنا إحنا لدور اللقاءات هذه، فأنا أعتقد في يوم من الأيام سوف نحقق ما عجز عنه كثير من المفكرين في خصوصا في عصر النهضة العربية الأولى. جمال الدين ورفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وغيرهم تكلموا بشكل بسيط خوفا من بطش الأنظمة، ولكن نحن الآن أمام معرفة، أمام تواصل اجتماعي، أمام معرفة وإنترنت وقنوات كبيرة، فأنا أعتقد باستطاعتنا أن نحقق شيئا ما في المستقبل.